ليه بزياده؟ اللبناني الرائد في التطوير العقاري واللي سبق وتعرفنا عليه بكلم الناس نزوره اليوم بشركته بلاس فيغاس نيفادا. اذا نحن بنحب لبنان في كتير بالاختراب يلي هن سكند وثيرد جينيريشن ما راح يحبوا مثل ما نحن حبينا. نحن بدنا يكون كمان في الاستثمار هو اللي يجذب هالاختراب، فنحن سميناه استثمار. إضافة للاستثمار العقاري هناك استثمار أهم وهو بالطاقات الشبابية. عم نستثمر بالشباب اللبناني بالفكر والطاقات الشبابية اللبنانية، لأنه نحن بدنا لبنان يصير هب مرجعية ورائد بالمنطقة بكل شيء تكنولوجيا وبكل شيء رينيوبل انرجي، الطاقة المتجددة.